بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة لبكالوريا 2016 لشعبة تقني رياضي رقم 1، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، حيث يقول نص التمرين قال: حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة 9 زائد مربع ناقص 6 في جذر 3 زائد زائد 4 يساوي 0. ثانيا قال: في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي في، قال: لتكون النقطتين أ و ب لاحقتهما على الترتيب، زائد أ يساوينا جذر 3 على 3 زائد 1 على 3 في إي، وزائد ب يساوينا مرافق زائد أ. قال: اكتب كلا من زائد أ وزائد ب على الشكل الأسي. ب قال: بين أن زاد أ على زاد ب الكل قوة 2016 زائد زاد أ على زاد ب الكل قوة 1437 يساوي 0. جيم قال: عين قيم العدد الطبيعي أن بحيث يكون زاد أ على زاد ب الكل قوة أن عددا حقيقيا. ثالثا قال: أف تحويل النقط الذي يرفق بكل نقطة أن لاحقتها زاد النقطة، يعني يحول النقطة أم إلى أم فتحة لاحقتها زاد فتحة، حيث زاد فتحة يساوينا زاد أ على زاد ب في زاد. قال: ألف عين طبيعة التحويل النقطي أف وعناصره المميزة. ب قال: أحسب زاد سي لاحقة النقطة سي صورة النقطة أ بالتحويل أف. ثم قال: عين زاد دي لاحقة النقطة دي حتى تكون أو اللي هي مبدأ المعلم مركز مركز ثقل الرباعي أ ب سي دي. إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل. إذا السؤال الأول قال: حل في مجموعة الأعداد المركبة سي المعادلة 9 زاد مربع ناقص 6 في جذر 3 زاد زائد 4 يساوي 0. إذا نكتب هنا: حل في سي المعادلة التي أعطيت لنا هي هذه فقط أبنائي، لاحظوا هذه. بما أنها معادلة أكيد من الدرجة الثانية، نفكر في شيء اسمه المميز. المميز الذي يقول دالتا يساوي لنا ب مربع ناقص 4 في أ في سي. البي هو العدد المضروب في زد اللي هو هذا اللي هو كم، تصبح لنا 36 في 3. لماذا أبنائي؟ لأن ناقص 6 لما نربع أصبح 36، وجذر 3 لما يربع يصبح لنا 3. ناقص 4 في الأ هو 9 في السي اللي هو 4، فيصبح لنا 36 في 3 ناقص 36 في 4. نستخرج 36 عن المشترك، تصبح لنا 36 في 3 ناقص 4 وتساوينا كم؟ تساوينا ناقص 36. لما كنا في الأعداد الحقيقية كنا نقول لا يوجد حلول لأن ناقص 36 لا يمكن وضعها تحت الجذر، لكن جاءت الأعداد المركبة وقالت كل ناقص عوضه ب إي مربع، فأصبح لنا 36 إي مربع. معناه يصبح لنا جذر دالتا يساوينا كم؟ يساوينا جذر 36 هو 6 وإي مربع هو إي، فيصبح لنا جذر دالتا هو 6 إي. لاحظوا هذا الأمر الأول. بعدها أبنائي، بعدها سوف نستخرج الآن الحلان، يصبح لنا المعادلة حلان، يصبح لنا زاد واحد يساوينا القانون ناقص بي، البي هو هذا العدد، لما ندخل عليه ناقص يصبح لنا 6 جذر 3 ناقص 6 إي، يعني ناقص جذر دالتا على 2 أ، يعني على 18. هنا يمكن أن نختزل، تصبح لنا نختزل ونقوم بالتفكيك، نختزل من هنا 3 من هنا 6 6 6، فماذا ينتج؟ أن في هذا المكان تذهب بالستة وهنا تذهب بالستة وهنا تبقى لنا عدد اسمه ماذا؟ اسمه 3، لكن يمكن أن نقوم بكل واحد يأخذ مقام لوحده، يعني هذا لوحده وهذا لوحده، فماذا يصبح؟ يصبح لنا زاد واحد يساوي لنا جذر 3 على 3 ناقص 1 على 3 في اي. العدد الثاني، الحل الثاني اللي هو مرافقه، المرافق اللي هو هنا نقول ناقص ب زائد جذر دالتا، اذا تعطي لنا مباشره جذر 3 على 3 زائد 1 على 3 في العدد اي. هذو هما حل هذه المعادله. يمكن ان نكتب هنا اس بما ان حلول، اصبح لنا زائد 1 وزائد 2 فقط أبنائي. ولو نأتي بهذه القيم ونعوض هنا أكيد سوف نجد صفر فقط. نأتي الآن إلى جزء الهندسة. قال: في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي في، قال: لتكن نقطتين أ و ب لاحقتهما على الترتيب،
أعطيت لنا زد أ وزد ب هي مرافق الزد أ. قال أكتب كلا من الزد أ والزد ب على الشكل الأسي. إذا نكتب هنا كتابة كلا من ماذا؟ من زد أ وزد ب على الشكل الأسي. لاحظوا جيدا، نحن نعلم أن الشكل الأسي لأي عد مركب هو في الأصل هو زد يساوي لنا ار في أسية اي تيتا، حيث ار هي الطاولة والتيتا هي العمدة. إذا ننطلق أولا بزد أ نحسب طاولته، زد أ طاولته تصبح تساوي لنا طاولة اللي هي جذر ثلاثة على ثلاثة زائد ماذا؟ زائد واحد على ثلاثة اي، تصبح لنا تحت الجذر هكذا، تصبح لنا هذا مربع اللي هو جذر ثلاثة على ثلاثة مربع اللي هو ثلاثة على تسعة، زائد هذا مربع اللي هو تصبح لنا واحد على ماذا؟ واحد على تسعة. لاحظتم؟ إذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا تصبح لنا أربعة على ماذا؟ على تسعة. يخرج كلاهما من الجذر باثنان على ثلاثة. إذا هذه هي الطاولة. نأتي الآن إلى العمدة اللي هي أرج زد أ نسميها تيتا أ، فتصبح لنا كوس تيتا أ يساوي الحقيقي، الجزء الحقيقي ها هو أمامكم، اللي هو جذر ثلاثة على ماذا؟ على ثلاثة، على الطاولة اللي هي اثنان على ثلاثة. تصبح لنا جذر ثلاثة على ثلاثة في ثلاثة على اثنان، يذهب هذا مع هذا تصبح لنا جذر ثلاثة على اثنان. سينس كذلك، سينس تيتا أ يساوي نفس الشيء لما نحسب نجد واحد على اثنان. ما هي لو نأتي بالآلة الحاسبة، ما هي الزاوية التي الكوس لديها هو جذر ثلاثة على اثنان والسينس لديها هو نصف؟ سوف تعطيكم الآلة الحاسبة بدون تردد، سوف تعطيكم تيتا أ تقول لكم هي بي على ستة اللي هي ثلاثون درجة. إذا فنكتب الآن زد أ يصبح مباشرة يساوي الطاولة قلنا هي اثنان، لاحظوا الطاولة قلنا هي اثنان على ثلاثة، إذا نكتب هنا اثنان على ثلاثة في أسية اي بي على ماذا؟ على ستة. هذا العدد هذا العدد مركب زد أ. الزد بي بما أن نقول بما أن زد بي يساوي لنا ماذا؟ مرافق زد أ، فالمرافق يؤثر على ماذا؟ يؤثر إلا على العمدة أنها يعكسها، فتصبح لنا هكذا أرج زد بي تساوي لنا ناقص أرج زد أ وانتهى الأمر. معناها تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا زد هكذا زد بي يصبح يساوي لنا اثنان على ثلاثة في أسية ناقص اي بي على ماذا؟ على ستة وانتهى الأمر. لأن العددان المترافقان لهما عمدتان متعاكستان في الإشارة، هذا 30 درجة وهذا ناقص 30 درجة وانتهى الأمر فقط أبنائي. نأتي بعدها إلى الجزء الآخر، قال بين أن زد أ على زد ب كل قوة 2016 زائد زد أ على زد ب كل قوة 1437 يساوي الصفر. إذن هنا نكتب البرهان أن هذه القيمة صحيحة. لاحظوا جيدا، هذه هنا ما علينا إلا نفكر في شيء اسمه دستور موافق. ننطلق أولا قبل أن نحسب مع القوى نحسب النسبة كم تساوي. نقول لدينا أن زد أ على زد ب هذه تساوي الزد أ، هنا نستغل الشكل الأسي. لماذا أبنائي؟ لأن حتى يحدث بعض الاختزالات، ها هو زد أ وها هو زد ب، نضعهم هكذا. أول شيء ماذا يحدث؟ أول شيء أنه هذا يذهب مع هذا مباشرة. لما يذهب ماذا يحدث؟ تصبح لنا أسية إي بي على ستة، وهذا كل عدد في الرياضيات إذا انتقل من البسط إلى المقام يغير إشارته. إذا هذا إذا صعد إلى البسط سوف يغير إشارة قوته، القوة هنا عندنا هي ناقص فتصبح لنا زائد، فتصبح لنا في أسية اي بي على ماذا؟ على ستة. اسمعوا هذه جيدا، مثلا أعطيكم مثال، واحد على عشرة يصبح لنا هو عشرة قوة ناقص واحد، إذا كان هنا ناقص يصبح لنا هنا زائد، وهذا مع بقية كل الأعداد الحقيقية. الآن عندنا بما أن هنا في وعندنا نفس الأساس اللي هو الأسية، تقول قاعدة جمع الأسس، فأصبح لنا أسية إي ونفتح قوس
بي على 6 زائد بي على ماذا؟ على 6، فتصبح لنا أسية اي ثم ماذا؟ 2 بي على 6، نختزل من هنا هكذا ومن هنا هكذا، وتصبح لنا تساوي أسية اي ماذا؟ بي على ماذا؟ على 3. إذا اسمعوا جيدا، أن وجدنا زاد ا على زاد بي، وجدناها عفوا نكتبها بخط أوضح. إذا قلنا زاد ا على زاد بي تساوي ماذا؟ تساوي لنا أسية اي بي على ماذا؟ على 3. هذا الأمر الذي وجدناه. بعدما وجدنا الآن ننطلق في عملية التعويض وانتهى الأمر. إذا ركزوا هنا أرجوكم، لو جئنا تصبح لنا هكذا، معنى هذا اللي هو، لاحظوا هذه القيمة هي هذه، نجعل لها الآن إلا القوى فقط. إذا 2016 زائد ماذا؟ أسية اي بي على 3 الكل قوى ماذا؟ قوى 1437 يساوي، لا نقول يساوي صفر إنما نبرمها. أعيد، هذه التي حسبناها زد أ على زد ب هي هذه، أتيت عوضتها هنا حسب النقطة الحمراء وهنا. الآن تقول القاعدة قوة القوة تساوي جدال القوتين، معنى هذه القوى لها الحق أن تصبح هنا، وهذه القوى لها الحق أن تصبح إلى هنا، فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الأمر، تصبح تساوي تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا أسية إي قوة 2016 في بي على ماذا؟ على 3 زائد أسية إي 1437 بي على ماذا؟ على 3 تساوي، ركزوا هنا يمكن أن نستعمل ما نسميه الشكل المثلثي. قبل أن نذهب إلى الشكل المثلثي سوف نكمل هنا، وتصبح لنا 2000 نقسم 2000، هذه في المسودة 2016 تقسيم ماذا؟ تقسيم 3، 20 تقسيم 3 اللي هي 6، تبقى لنا 2 ننزل 1 7، تبقى لنا هنا كم؟ 0 6 2، إذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا أنه 2016، احفظوا هذه الأفكار، تساوي لنا 3 في 672، هذه القيمة يمكننا أن نعوضها هنا، لاحظتم؟ إذا فتصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي لنا أسية إي أفتح قوس، ماذا تساوي؟ تساوي لنا 3 في ماذا؟ في 672 هكذا بي على 3، لم أفعل شيء حتى الآن، ركزوا هكذا، زائد اي في أسية اي وافتح كذلك قوس، ناتي بنفس الخطة الآن إلى 1437 نقسمه على 3، 1437 تقسيم 3، 14 تقسيم 3 اللي هي 4 الباقي 2، 3 23 7 2 وهكذا تصبح لنا 9، تصبح تساوي لنا ماذا؟ إذا تصبح لنا 1437 ماذا تساوي؟ تساوي لنا 3 في ماذا؟ في 479 في بي على 3 تساوي، لاحظوا أبنائي نقطة نقطة، هذا أولا ذهب مع هذا لأن قضية في، وهذا ذهب مع هذا، ماذا بقيت لكم؟ بقيت لنا الأمور جد بسيطة، تصبح الآن نحول الآن إلى الشكل المثلثي. بعدما ذهب هذا الأمر، ها هو قد ذهب كما تلاحظون، أقوم بعملية المحي، هذا ماذا بقي لنا؟ وهذا ماذا بقي لنا؟ تعالوا الآن نحوله إلى الشكل المثلثي. الشكل المثلثي ماذا يقول؟ يقول أنا سوي لنا كوس ماذا؟ 672 بي زائد إي في سينس 672 بي، هذا الجزء الأول، هذا ثم عندنا الذي بعدها اكتبه بلون مغاير حتى تلاحظوا، كوس 479 بي زائد اي في سينس 400 وماذا؟ و79 بي هكذا، لم افعل شيء حتى الان، نتابع جيدا. وانا عيني دائما علي ان اجد القيمه كم؟ صفر. لاحظوا هنا اعطيكم بعض الخواص، بما ان هذا العدد هو عدد زوجي فهو يمثل معناه دورات،
أنصاف من الدورات، إذا فليذهب. فإذا وجدتم العدد عدد زوجي فاتركوه، يعني بلغة الجزائر نسمح فيه. أصبح لنا كوس صفر زائد إي في سينس صفر. يقول أحدكم لماذا أستاذ؟ لأن 672 هذا لو نقسمه على 2، هنا تعطينا 3، تعطينا 7 ننزل 7 تعطينا كم؟ 3، والباقي 1 ننزل 2 تعطينا كم؟ 4. لاحظوا هو يمثل 307 و4 و30 دورة. إذا وكأنما هكذا، وكأنما عندنا دائرة، هذه لما تكون في هذا المكان كم يكون الكوس؟ كم تكون الزاوية؟ صفر. ونعود مرة أخرى صفر، ونعود صفر، ونعود صفر. لهذا يسمى العدد الزوجي، يعني يعود بنا إلا الزاوية صفر. زائد كوس الجزء الثاني، هذا عدد فردي. الأعداد الفردية لو نقسمها، هذه 479 أقسمها أمامكم على 2، 4 اللي هي 2 يبقى لنا 0، 7 هو 3 باقي 1، وهنا 9 أصبح لنا كم؟ 9 والباقي 1. معناه لو نأتي وننطلق من هذا المكان دورة دورة دورة، لكن يبقى لنا نصف دورة، ها هي اللي هي باقي النبي، نضع في هذا المكان، يعني يكون موضعنا هنا. يعني ما نستفيد منه هو أن ننزع لها، لما تجد العدد الفردي انزع له بي واتركه يذهب. فتقول هنا تساوي ماذا؟ كوس بي زائد اي في سينس بي، والباقي يتركهم حتى ولو كان سالب، انزع له ناقص بي. هذا حتى ولو كان سالب وهو عدد زوجي، اتركه يذهب الى الصفر. الان لاحظوا هل سوف نتوصل ام لا؟ أن كوس صفر معروف انها 1، والسينس صفر معروف انها صفر، كوس بي معروفة إنها ناقص 1، والسينس هذا صفر. كم تعطينا؟ تعطينا صفر. هل هو المطلوب؟ انظروا بأم عينيكم، إنه المطلوب فقط. تقول هنا ومنه، لاحظتم يعني قضية دستور أمواض وخواصه فقط يا أبنائي. نقول ومنه هذه النسبة اللي هي زاد أ على زاد بكل قوة 2016 زائد زاد أ على زاد بكل قوة 1437 يساوي صفر بخاصية دستور أمواض. إن لم تفهموا أعيد النقطة رويدا رويدا واحفظوا الفكرة، لأنها أمور تكرارية فقط أبنائي. نأتي بعدها إلى الجزء الآخر. قال عين القيم، قيم العدد الطبيعي. أولا العدد الطبيعي بحيث يكون زد على زد بالكل قوة ان عدد حقيقي. لاحظوا اذا نكتب هنا تعيين ان حتى يكون العدد، من هو العدد؟ اللي هو هذه النسبة الكل قوة ان تكون تنتمي الى ار، معناه عدد حقيقي. لاحظوا نقول اولا لدينا ماذا نملك؟ نملك أن زد أ على زد ب ها هي قيمتها، اللي هي أسية إي بي على 3. لو نضع من هنا أبنائي هكذا، نضع من هنا آن، أكيد نضع من هنا آن، وقوة القوة تساوي القوتين، أن هذا له الحق أن يدخل إلى هنا، فتصبح تساوي أن ماذا؟ أسية إي آن بي على 3، وتساوي كم؟ وتساوي الآن تحول إلى الشكل المثلثي، تصبح لنا تساوي كوس ام بي على 3 زائد اي في سينس ان بي على 3. لم افعل شيء. الان متى يكون عدد مثل هذا العدد، هذا العدد يكون حقيقيا؟ اكيد نقول يكون زاد ا على زاد بي ينتمي إلى R، معناه حقيقيا إذا وفقط إذا كان، أولا يكون حقيقيا أولا إذا كان هذا لا يساوي الصفر، لأن لو كان هذا يساوي صفر وهذا يساوي صفر فذلك العدد أولا يوجد له أصلا عمدة، اللي هو المبدأ. نقول إذا كان ماذا؟ إذا كان كوس N P على 3 لا يساوي صفر، هذا الأمر أول. والأمر الثاني والمهم أنه يجب أن يكون التخيل هذا يساوي كم؟ يساوي صفر. وسينس ان بي على 3 يكون يساوي صفر، هذا يكون لا يساوي والآخر يكون يساوي. الآن متى يكون السينس يساوي صفر؟ دققوا معي، لو جئنا إلى هنا هكذا
وجئنا ورسمت لكم دائرة مثلثية بسيطة. نحن نعلم أن هذا محور ماذا؟ محور الكوس. إذا كان هنا الكوس موجود فالسينس كم يكون؟ يكون صفر. إذا هذا المحور يسمى كابي اللي هو محور الفواصل، ومحور التراتيب يساوي لنا بي على 2 زائد كابي، يعني هذا متعلق بالتسعون درجة وهذا متعلق بصفر أو بي إذا كان في هذه الجهة صفر وإذا كان بي. الآن هنا يكون السينس كم يكون؟ يكون صفر، يعني أي يعني الإجراك في هذه المحور كم يكون؟ يعني إجراك هو السينس، إجراك كم؟ يكون صفر. إذا نقول أي ماذا يصبح؟ يصبح لنا أن بي على 3 أبناء كم يساوي؟ يساوي لنا كا بي، حيث كا عدد طبيعي، لأن الآن سوف نجده عددا طبيعي ليس عدد صحيح. لاحظوا نقطة، أعيد، الكوس يكون هنا موجود وهنا غير موجود يعني يساوي صفر، أما السينس هنا موجود وعلى محور الفواصل غير موجود، لأن أي زاوية تكون تقع في هذا المحور تكون السينس لديها صفر. إذا السينس يكون هنا يساوي صفر، ما معناه؟ معناه السينس يكون كم يساوي؟ لا، الزاوية كم تكون تساوي؟ تساوي لنا كابي، يعني تساوي لنا 180 أو تساوي لنا 360 وهكذا. ثم الآن بعدها سوف نكمل، يذهب هذا مع هذا وتصبح لنا ان على 3 يساوي لنا ك جداء الطرفين في جداء الوسط، تصبح لنا ان يساوي لنا 3 ك. هذه هي قيم التي من اجلها يكون زد على زد ب قوة ان عدد حقيقي مع ك عدد كيف هو طبيعي فقط. ابنائي لاحظتم يعني الامر جد بسيط. لو الان قال يا استاذ الامر العكسي، قال عدد حقيقي عدد تخيلي. العدد التخيلي هنا ما علينا إلا أن نقول أنه السينس يجب أن لا يكون يساوي صفر، والكوس كوس نجعله يساوي صفر، والكوس أين يساوي صفر؟ يساوي صفر إذا كانت الزاوية أن بي على 3 تساوي لنا بي على 2 زائد كابي. مرات نجده ماذا يقول؟ عدد حقيقي موجب. إذا قال العدد الحقيقي موجب احفظوا هذه القواعد، هم من هنا إلى هنا قولوا 2 كابي، والسالب قولوا 2 ك زائد 1 في بي. إذا قال مثلا عدد حقيقي موجب قولوا أن ان بي على 3 تساوينا 2 ك بي. لو قال عدد حقيقي سالب قولوا ان بي على 3 يساوينا 2 ك زائد 1 في بي. هذا فيما يخص الحقيقي. الآن إذا جاء وتحدث مع التخيلي يقول عدد تخيلي مثلا أولا صفر موجب، إذا قال موجب فاعلموا أن احفظوا هذه القاعدة من هنا، قولوا هكذا بي على 2 زائد 2 ك بي، وإذا قال عدد تخيلي صرف سالب قولوا 2 ك زائد 1 في بي زائد بي على 2. معنى احفظوا الحقيقي وأول لما تتحول التخيل أضيفوا كلمة بي على 2 وانتهى الأمر فقط، وحلوا تلك المعادلة ذات المجهول آن فقط. أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الآخر، قال آف التحويل النقط الذي يرفق بكل نقطة آم لاحقتها زد إلى نقطة، يعني يحول نقطة آم إلى آم فتحة، حيث أعطيت لنا زد فتحة تساوينا زد على زد بي اللي هي هذه في زد. عين طبيعة التحويل النقطي اف وعناصره مميزة. إذا نكتب هنا تعيين طبيعة ماذا؟ التحويل النقطي الذي اسمه في تمرين هذا اف. لاحظوا لدينا ماذا؟ لدينا النسبة التي العبارة التي أعطيت لنا اللي هي هاي العبارة المركبة. هذه القيمة ما هي في الأصل؟ تساوي زد على زد بي اللي هي أسية اي بي على 3 في زد. ركزوا جيدا أبنائي، يمكن كذلك أن نحول هذا الشيء، سوف نحوله إلى العبارة مثلا إلى العبارة الجبرية، فتصبح لنا هكذا كوس، تصبح لنا كوس بي على 3 زائد اي في ماذا؟ في سينس بي على 3 في ماذا؟ في زد. يصبح يساوي لنا كوس بي على 3 اللي هو 1 على 2 زائد اي في جذر 3 على 2 في زد. الآن نأتي إلى هذا العدد اللي هو 1 على 2 زائد اي في جذر 3، نتابع جيدا أبنائي. قلنا تصبح لنا هنا جذر 3 على 2 طاولة هذه كم؟
الطاولة تساوينا واحد، يقول أحدكم ها هي واحد انظروا، إذن هي واحد. وبما أنها واحد والعدد واحد على اثنان زائد جذر ثلاثة على اثنان، هذا عدد كيف هو؟ عدد مركب، لأن يمكن أن يكون هذا القيمة واحد، لكن ماذا يمكن أن يكون عدد حقيقي؟ لكن الطاولة هذه طاولة، طاولته واحد وهو عدد مركب، نقول مباشرة ومنه اف، من هو التحويل الذي طاولته هو عدد مركب وطاولته واحد؟ هذا ما هو إلا الدوران، ومنه اف دوران زاويته تيتا تساوي لنا بي على ثلاثة، ومركزه إذا وجدتم التحويل لا يوجد فيه هنا البي، لأن كل تحويل يكتب هكذا زاد فتحة يساوي لنا أ زاد زائد بي، إذا وجدتم أي تحويل حذفت له البي هنا لا يوجد لنا أصلا الزيادة وراء الزاد، فاعلموا أن مركزه يكون مركزه المبدأ الذي اسمه أو ذو الإحداثيات صفر صفر دائما هذه. أو يمكن أن تطبق القاعدة زاد أوميجا يساوي لنا بي على واحد ناقص أ، البي هنا صفر على واحد ناقص أ اللي هو واحد ناقص واحد على اثنان ناقص زائد إي جذر ثلاثة على اثنان، وهذه تعطي لكم صفر مهما كان، إذا اللي هو المبدأ أو. لكن هنا أعطيت لكم أمور يعني مختصرة جدا، إذا وجدتم البي غير موجود فاعلموا أن هذا التحويل مركزه دائما يكون أو. وعناصر مميزة ذكرناها، عناصر مميزة اللي هي زاويته، إذا أولا دوران، والزاوية عنده، والمركز عنده، لأن الدوران فيه هذين الخاصيتين فقط أبنائي. نأتي بعدها إلى الجزء الآخر، قال أحسب زاد سي لاحقة النقطة سي، هذه السي هي صورة أ، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، هنا تخطيط كثيرا على طلبة الأعزاء هذه الفكرة. إذا نكتب هنا حساب زاد سي، أولا ماذا قال؟ قال أن النقطة أ صورتها هي النقطة سي. إذن نأتي الآن إلى هذه العبارة، وعلينا أن نكون حذرين كيف نعوض. دائما الصورة، احفظوا الصورة تكون عند الزاد فتحة، إذن فنضع هنا هكذا وهنا هكذا وانتهى الأمر، أحدتم؟ هذا ما نضع فقط يا أبنائي. فماذا ينتج؟ تصبح لنا زاد سي يساوي، هذه قد حولناها إلى الشكل الجبري، ها هي أمامكم انظروا، ها هي قد تحولت أمامكم إلى الشكل الجبري، معناه يمكن أن نأخذ هذا الشكل الجبري مباشرة، هذا الشكل الجبري نضعه هنا في ماذا؟ في زاد أ، الزاد أ ها هي قيمتها كذلك قد جلبناها مع بعض، ها هي معكم، ما علينا الآن إلا أن نكون حذرين في عملية النشر وانتهى الأمر، يعني هذه هي الزاد أ. أعيد أبنائي، هذه إنها هذه، وهذه لو نحولها إلى الشكل الجبري قلنا تصبح لنا كوس بي على ثلاثة اللي هي واحد على اثنان زائد سينس اللي هو جذر إي في جذر ثلاثة على اثنان، الطاولة هنا لو نعيد حسابها سوف نجدها واحد، الآن تصبح لنا زاد سي يساوي هذا في هذا، هنا ننشر جذر ثلاثة على ماذا؟ على ستة، ثم في هذا زائد واحد على ستة في إي، ثم هذا في هذا، تصبح لنا ماذا؟ جذر ثلاثة، جذر ثلاثة اللي هو ثلاث، تصبح لنا ثلاثة على ستة إي، ثم هذا في هذا، تصبح لنا جذر، نتابع جيدا أبنائي، ثم بعد هذا في هذا، تصبح لنا الإي في الإي هو الناقص، أولا تصبح لنا ناقص جذر ثلاثة على ماذا؟ على ستة، لاحظتم؟ أولا هذا ذهب مع هذا مباشرة، فأصبحت لنا زاد سي يساوي، ماذا تصبح؟ عندنا أولا هذا مع هذا، كم يعطينا؟ أربعة، أربعة على ستة، أربعة على ستة في إي، فتصبح لنا زاد سي تساوي، نختزل تصبح لنا اثنان على ثلاثة إي، إنها لاحقة النقطة سي التي تمثل لنا صورة النقطة أ بهذا الدوران فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير، قال عين زاد دي لاحقة دي حتى يكون، إذا لاحظوا جيد، حتى يكون الرباعي A B C D أنه أو مركز ثقة له، إذا نكتب هنا تعيين، لاحظوا تعيين من؟ زاد دي، لاحظوا جيدا، فتصبح لنا مركز ثقل، كلمة مركز ثقل معناه أنه نقول
زاد او يساوي لنا زاد ا زائد زاد ب زائد زاد سي زائد زاد دي، يعني لهم نفس المعامل واحد واحد على أربعة. لماذا أبنائي؟ لأن مركز الثقل، اسمعوا جيدا، مركز الثقل هو المرجح ذو معاملات واحد 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 واحد. لكن او ما هي لاحقتها؟ هي صفر، فتصبح لنا هنا صفر. وهذا مقامه أكيد واحد. يصبح لنا جداء الطرفين في جداء الوسطين، يصبح لنا صفر يساوي زاد أ زائد زاد ب زائد زاد سي زائد زاد دي، لأن قلنا نضرب أربعة في صفر تعطينا جداء الطرفين في جداء الوسطين، ومنه زاد دي ماذا تصبح تساوي؟ ننقل هذه الثلاثية إلى الجهة الأخرى، فتصبح لنا ناقص ونفتح قوس، زاد أ زائد زاد ب زائد ماذا؟ زاد سي. يبقى لنا الأمر هنا قضية تعويض، زاد دي يصبح يساوي ناقص نفتح قوس، زاد أ اللي هو جذر ثلاثة على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة إي، زائد زاد بي اللي هو مرافق، لأن زاد بي أعطيت لنا هو مرافق زاد أ. إذا فماذا ينتج؟ يصبح المرافق اللي هو زائد ماذا؟ زاد بي اللي هو جذر ثلاثة على اثنان ناقص إي أو واحد، نكتب هكذا حتى تختلط، واحد على ثلاثة إي. يقول أحدكم لماذا؟ لأن المرافق يؤثر على التخيلي. زائد زاد سي، زاد سي نحن نملكها ها هي، اللي هي اثنان على ثلاثة إي. نلاحظ هل يحدث بعض الاختزالات أم لا؟ أولا عندنا نلاحظ أن هذا يذهب مع هذا مباشرة، فتصبح لنا زاد دي تساوي ناقص نفتح قوس، عندنا جذر ثلاثة مع جذر ثلاثة اللي هو اثنان جذر ثلاثة على اثنان، إذا اثنان جذر ثلاثة على اثنان، عفوا على ثلاثة، أعذروني، يعني لما نجمع هذا مع هذا جذر ثلاثة وجذر ثلاثة هو اثنان جذر ثلاثة على ثلاثة. ويبقى لنا إذا بعدما أنهينا مع هذا وهذا بقيت لنا زائد ماذا؟ زائد اثنان على ثلاثة إي. نكمل الآن لندخل عليهم الناقص، فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن تصبح لنا زاد دي تساوي، ننشر الآن هذا في هذا، ماذا ينتج؟ ينتج لنا ناقص اثنان جذر ثلاثة على ثلاثة ناقص اثنان على ثلاثة ماذا؟ إي. إنها ماذا؟ إنها لاحقت النقطة دي حتى يكون الأو هو مركز ثقل هذا الرباعي أ بي سي دي فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. وصحة افطركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.